انا عارفه ان انتوا مش هتصدقوني، بس انا شفته. عشان انا مختلفه يا جماعه، انا المختاره. حتى لما جالي رحت قلت له طب اشمعنى انا يعني؟ قال لي عشان انت اعظم ست تقدري تشيلي الرساله، انت المخلصه، انت النبيه الجديده. طبعا انتوا مش هتصدقوني، حتى وكيل النيابه اصلا. نيابه؟ ايه اللي هيقولها بجاسوس؟ ايه اللي ربنا يولعها في نار جهنم بالكذاب؟ خلاص يا صابرين ولا ام بسمه خلاص. وانت كمان يا هاله فكيها بقى، مش انت لوحدك اللي عملتي كده. انا كمان يا تالتة اكتر ناس بحبهم. وانا عندك اهو عامله نفسي عايشه، مع اني قتلت اكتر واحد اتمنيته في الدنيا. أنا قتلت عمرو، مش مصدقة؟ لا صدقي، أنا اللي قتلته. كنت كل يوم أشوف الشيطان طالع لي من حتة، مرة يخش عليا أوضة النوم، مرة الحمام، مرة تانية ألاقي في بير السلم. كنت بخاف، كنت بخاف وبطلع أجري، ولما قلت للناس على اللي أنا بشوفه قالوا لي استعيذي بالله واتغطي كويس. وفي يوم طلع لي في المطبخ وكنت ماسكه السكينه، اتحميت فيها وهجمت عليه وقتلته. وبعد ما فوق فوقت على سخونه الدم في ايديا، لقيت نفسي قتلت ابني، قتلت ابني. كنت عايزه اولع في نفسي، لكن منهم لله اللي حشوني. الدكاتره قالوا ان انا عندي هلاوس وضلالات، وجابوني على هنا. قعدت هنا قد ايه؟ مش عارفة، سنين كتير، مش فاكرة، كتير أوي. بس على قد ما قعدت هنا عمري ما نسيت اللي أنا عملته، عمري ما نسيت عملتي. الدكتور أحمد ديك النهار بيقول لي أنتي خلاص خفيتي وممكن تخرجي اللجنة الجاية. قلت له هخرج اعمل ايه؟ خليني هنا احسن. بس اكيد بره في ناس بيحبوكي، اكيد. والناس اللي بيحبوني دول هيستقبلوني عادي كده زي ما اكون جاية من بلد بره، ولا خارجة من العباسية؟ لا، ودخلتها في ايه؟
دخلتها في جريمة قتل. بصي يا ملك، مفيش حد أحسن من حد، لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايلني وطايلك. كل واحدة فينا شايلة مصيبة فوق دماغها، اللي جنبها شايلة زيها، اللي قتلت أمها واللي قتلت جوزها بلاوي بره. كل واحد عاوز يبقى أحسن من التاني، مش عشان نفسه، لأ، عشان يعرف إزاي يعايرك.